كنهني فريق فتح الرياضي الناظوري وكنهني جميع الانديه ديال مدينه الناظور هلال الرياضي الناظوري اللي ان شاء الله غادي يحقق الصعود ديالو للقسم الوطني هوات وحسنيه الناظور ونتمنوا حد اوفر للكندي وجميع الفرق ديال الاقليم. ومن هذا المنبر هذه كنحييهم كاملين وكنتمنوا من جميع المؤسسات الاقتصاديه تعطي اليد للمساهمه للرياضه لان الرياضة خصنا نطورها في المدينة هذه ونتمنى المجالس المنتخبة توفر الإمكانيات المادية لهذه الأندية هذه وخاصة حنا كنعيشوا واحد الأزمة خانقة والجميع يعلموا فريق فتح الرياضي الناظوري بالتنقلات ديالو والمسافات ديالو والأجور اللاعبين اللي مرتفعة جدا ولكن إن شاء الله وفريق فتح الرياضي الناظوري على الجميع كيعلم بأن التنقلات ديالو جد شاقة كيمشي من الشرق الى الشمال والى الجنوب واقصى نقطه كما قلت خيل عبوسي هي كنمشيو حتى للدخلان نمشيو للورزازات نمشيو للمناطق اكادير مراكش ولهذه الفريق فتح الرياضي الناظوري كيتعدى في التنقلات ديالو الله يكون في العون ديال اللاعبين ولكن ان شاء الله بالمبادره ديال الجميع ومن جد التكتف ديال الجميع والمجالس المنتخبه راه الى جينا نقيموا التكلفه ديال السفر اقل سفريه اللي كتكون قريبه كتحنا ب 35000 درهم لان ابعد مسافه هي الدخله كتوصلنا حتى ل 10 المليون للتنقل واحد من اجل الوصول الى مدينه الدخله والعوده الى مدينه الناظور كتكلفنا لان عندنا 4 ايام ديال وفريق فتح الرياضي الناظور خارج مدينه الناظور وهذا تكلفه كبيره والمسافات كبار وكاين ورزازات كاين اليوسفيه كاين مراكش كاين بزاف ديال تادلا كاين بزاف ديال التنقلات وهذا كيخلي حتى اللعبه ديك الثروه البدنيه ديالهم كيفقدوها ونتمنى ان شاء الله من الجميع من المجالس المنتخبه من وخاصه المجلس المنتخب الحالي فيه شباب فيه رياضيين ونتمنى ان شاء الله يسلطوا كما نقولوا الدعم ديالهم للفرق الرياضيه والشباب ديال الرياضه من اجل اعطاء واحد الصوره مثاليه للرياضه في مدينه الناظور. فريق فتح الرياضي الناظوري من اجل غير الى بغى يضمن البقاء ديالو ويلعب شويه بالرياحيه خصو 350 مليون وحنا كنعرفوا الجامعه الملكيه كتعطينا 120 مليون والمجلس البلدي في هذه المنحه السنويه 60 مليون والمجلس الجهه 300000 درهم وإلا درنا عمليه حسابيه فريق فتح الرياضي الناظوري مازال كيحتاج واحد مليون درهم ونتمنى ان شاء الله حنا كنناضلوا واللعابه راه كيسالوا اجور ديالهم وصابرين معنا وكيناضلوا معنا وان شاء الله في اقرب معلوم كاين اجور ديال كاين لاعب اللي كيسالوا ثلاثه ديال الاجور ديالهم كاين بزاف ديال الامور لان حنا الى حد الساعات وصلنا ب 800000 درهم ديال الجامعه ولكن راه المصاريف راه فايته 150 ولا 160 مليون ومازال باقي لنا الدورات لو هاد الدورات هذه المقبله كنعرفوهم كاين الفرق اللي كتلعب على الصعود كاين الفرق اللي كتلعب على النزول كاملين مقابلات عباره عن سد ونتمنوا فريق فتح الرياضي الناظوري يحضر ويوجد ذهنيا بدنيا من اجل ضمان البقاء بواحد الرياحيه لان عارفين حنا ما بغيناش ندخلوا في هذا كما نقولوا في هذا ديزاكسيدون دو فوتبول لان ماشي سهل ولكن نتمنوا الجميع يدير معنا اليد ونحن مع الرياضه والرياضه شباب وثقافه وحنا كنمثلوا مدينه الناظور بالالوان ديال الفريق فتح الرياضي الناظوري ونتمنى ان شاء الله الجميع وكنشكر المنابر الاعلاميه اللي كتنور الراي العام بالمجهودات اللي كدير من اجل باش توصل الصوره والحقائق ديال كره القدم وكنشكر جميع المنابر ونتمنى لهم الحد اوفر والله يسر ولا تعسر وشكرا.